طيب نقول بسم الله. أول حاجة إن شاء الله عايزين نتكلم عليها هي المشروع. ربنا يخليك يا عم محمد، ربنا يخليك يا حبيبي. لا وهوحشك أكتر ما تقلقش، اصبر. أول حاجة عايزين نتكلم عليها هي المشروع. الدكتور بالنسبة للناس اللي ما بتحضرش المحاضرات، أو لو حد ما حضرش المحاضرات، يا شباب بعد إذنكم احضروا المحاضرات بتاعة الدكتور، لأن هو مش بس بيشرح حاجات، لا بيبقى في ناس بتسأل زيكم كده أسئلة، حاجات معينة. طب يا دكتور احنا هنعمل ايه في الدرجات ده، احنا هنعمل ايه مش عارف في ايه الكلام ده كله. سامية خلاص اديتك البرمشن. الاسئلة دي تهمك، يعني الاسئلة دي تهمك جدا، فاحضر المحاضرة واسمع الكلام ده، التعليمات اللي ممكن يقولها، حاجات جديدة بتطلع، نزل لكم مثلا اساينمنت، احضر. حتى لو مش، لو انت مش عايز تسمع او حاجة، احضر الحاجات دي، اقفل المايك، الحتة برضه بتاعت اقفل المايك والكلام ده. ف حتة بقى المشروع. المشروع الدكتور اتكلمكم عليه هو نفس الحاجة اللي احنا كنا قلناها قبل ما نبدأ دنيا الاونلاين والحوارات دي تحصل كلها، كنا اتكلمنا في الجامعة، بس يعني الحمد لله ان احنا قلنا ان هيبقى في مشروع، وكنا قايلين هيتقسم على 3 فترات هنناقش فيها، نشوف احنا انتوا وصلتوا لايه. ده كان اخر حاجة انتم المفروض سمعتوها مني في الجامعة قبل ما دنيا الاونلاين دي تبدأ. فهي تقريبا نفس التعليمات، ولكن بقى من غير حته الايه؟ من غير حته ان انا اقعد اقول لك في 3 ايام للمناقشه والكلام ده، بس ليها بديل كده صغير هنتكلم عليه دلوقتي. طيب فاول حاجه احنا بنعيد الكلام تاني، عايزين من حضراتكم مشروع. مشروع ده يكون خاص او يكون متعلق بالديجيتال سيجنال بروسيسنج او الديجيتال ايمج بروسيسنج. التوبيك بتاع المشروع بتاعك يكون يا اما على السيجنال بروسيسنج او على الايمج بروسيسنج. ما تجيبليش حاجه من بتعمل مش عارف حاجه في الميكانيكا، انا ما يهمنيش الميكانيكا، انا مش راجل بتاع ميكانيكا، انا راجل بتاع ماتلاب وبتاع سيجنال بروسيسنج بتاع ايمج بروسيسنج. هتلاب هتجيب لي بروجكت على الماتلاب بس ملوش علاقه بالايمج او السيجنال، يبقى انا مش عايزه. فاحنا يعني ما الاقيش واحد عامل لي مشروع عامل لي كالكوليتر، انا عملت ايه بالكالكوليتر ده؟ ولا سيجنال بروسيسنج ولا ايمج بروسيسنج. طيب فلازم المشروع يكون حاجه ده. طب يا باشمهندس كام واحد، حته كام واحد يا جماعه بناء على المشروع اللي بنختاره؟ وعشان اوضح لكم حته بناء على المشروع اللي بنختاره، تعال نشوف الناس عامله ايه. حته المشروع اللي بنختاره، يا ريت المشروع لو هو حاجه تقيله. يعني ايه حاجه تقيله؟ يعني مكون من كذا جزء، مكون من كذا جزء ازاي؟ يعني في مثلا واحد هنا مثلا عامل الفلترز، اهو الراجل ده عامل فلترين، فهو ايه اللي فيه 2، هو واحد كمان، خلاص يبقى واحد هيمسك الفلتر الاولاني وواحد هيمسك الفلتر الثاني، يبقى ده متخصص الفلتر الاف اي ار وده هيمسك الفلتر الثاني، شكرا تمام. اما بقى ان انت تيجي تقول لي ده انا هدخل 4 ولا 5 ولا 6 في مشروع هو يعتبر حاجه واحده، لا. يعني مثلا من الامثله اللي ممكن نقول عليها، وهتلاقوني بكتب برضه شويه كومنتس يا ريت ايه نبص عليها. How to remove silent periods from any wave signal. الباشمهندس اللي مختار المشروع ده، هل انت شايف ان 3 هيعملوا حاجه في مشروع زي كده؟ ان انت عايز تشيل السايلنت بيريدز اللي موجوده، 3 يتناقشوا في المشروع ده؟ 3 مش حاسس ان هي كتير شويه؟ ده حاجه. الناس بقى اللي جريت على الفيس ديتكشن، طبعا انا منزل لكم وورنينجز، الباشا اللي هو التاني خلاص هو زميلك خطفها، يعني زميلك هنا خطفها، فما تجيش انت برضه تكتب فيس ريكوجنيشن. يبقى الناس اللي لسه ما سجلتش، بعد اذنك قبل ما تسجل هنا على الفورم دي، قبل ما تسجل بص هنا شوف ايه الحاجات اللي اتاخدت اوريدي عشان ما تكررهاش تاني. شوف لك كده مشروع. طب اشوف ازاي مشروع؟ خش على جوجل سيجنال بروسيسنج بروجكتس اون ماتلاب، تمام لقينا مشاريع. المشروع ده عاجبني، اشوف في حد تاني غيري خده، حد تاني اختاره، خلاص لا اروح انا داخل واعمل بقى الفورم بتاعتي واملى الفورم بتاعتي ويبقى كله تمام زي الفل. الناس بقى اللي بتجري على الفيس ديتكشن، طبعا بتوع الفيس ديتكشن لسه هنتكلم عليهم دلوقتي عشان بس نحذر من كام حاجه كده. خلاص ده كده الباشمهندس مالك خلاص خطف هو والجروب بتاعه، خطف الفيس ديتكشن. ما تجيش تقول انا هعمل فيس ريكوجنيشن، هتقول لي ده حاجه وده حاجه، انا فاهم والله، بس طالما هو مبني على الفيس ديتكشن خلاص. يعني انت ما تجيش تقول لي فيس ريكوجنيشن يا باشمهندس ان هو هياخد الديتكشن ويقارنه بالايجن فيسز، ان هو يشوف الوش ده فين ويتعرف عليه، وانا هدي له داتابيز من الوشوش بحيث ان هو يقول لي الشخص ده هو محمد والشخص ده محمود.
ما انا كل الكلام اللي انت بتقوله ده مبني على الفيس ديتكشن، فما تجيش تعمل لي فيس ريكوجنيشن اللي هو هو برضه الفيس ديتكشن بس متضاف عليه حاجه زياده كده بسيطه. لا، عايزين يبقى مشاريع مختلفه شويه. طيب مالك، ينفع حاجه تانية غير ماتلاب؟ ينفع براحتك، بس احنا انا بقول لك، انا قلت لك من اول الترم الراجل الدكتور عبد الله بيحب الماتلاب والمشاريع الماتلاب، فيا ريت لو المشاريع على الماتلاب تمام، بس عندك سوفت وير تاني مفيش مشكله. بس اهم حاجه يا شباب، اهم حاجه في المشروع، خلاص بقى اتكلمنا في العدد والكلام ده كله، اهم حاجه في المشروع تبقى فاهم المشروع ده بكل نقطه صغيره فيه، كل نقطه صغيره وكبيره. الناس اللي جريت على الفيس ديتكشن يا شباب، الفيس ديتكشن ده كل سنه كل ترم الناس بتختاره، كل سنه لازم في جروب عاملين فيس ديتكشن. فالدكتور مش عايز اقول لك كام ترم في كام، وخد بالك في مادتين، في ديجيتال سيجنال بروسيسنج اللي بتوع الميكاترونكس، وفي ديجيتال سيجنال بروسيسنج اللي بتوع اتصالات، وديجيتال ايمج بروسيسنج كورس تاني اللي بتوع اتصالات. ففي ثلاث ترمات بيبقوا في المادة دي تعتبر في نفس الحوار، تلاقي الثلاث ترمات كل بقى سنين اللي الدكتور بقاله في الجامعة فيها ان كل مرة كان في جروب او جروبس عملت الفيس ديتكشن، فلك ان تتخيل في كم جروب عد. فالراجل عارف كل حاجة في الفيس ديتكشن، هو اكيد يعني عارف الكلام ده من قبلها، فبيسأل، مش هيسيبك في حالك. حتة ان انت تفتكر ان انت تقول له اهو بص يا باشمهندس، بص يا دكتور اهو شغال عمل الفيس ديتكشن، الله الكود اهو، الحاجه اهو، السلام عليكم، تعال، هتتهري اسئله. تبقى فاهم كل حاجه حصلت ازاي، وبيسال اسئله الدكتور تبقى حاجات مبنيه على فهم، هيسالك حاجات فهم، مش هيجي يقول لك مثلا هيسالك في حاجه حفظ تكون انت حافظ الكوماند لا هو احنا مش بنسال، فاحنا عارفين ان الكوماندات كلها معظمها بتتجاب جاهزه، ولكن الفكره ان انت فاهم ايه اللي بيحصل. اعمل ريسيرش محترم عن التوبيك، وات ايفر بقى التوبيك اللي انت هتختاره ده. طيب في حد تاني برضو كان كاتب قال لي انا عامل بروجكت على الماتلاب، ايه البروجكت ده؟ لازم تقول لي البروجكت ايه، ما في 50,000 حاجه على الماتلاب، قول لي انت هتعمل ايه بالظبط. فالشخص ده يا ريت يكتب بالظبط هو هيعمل عن ايه. انا شايف في حاجات بقى موجود فيها اربعات، فرب الحاجات اللي تكون فيها اربعات دي مشروعك ده ضخم، ضخم بمعنى الكلمه، يعني موجود فيه 50,000 حاجه كده، الاربعه دول ممكن يكون كده ايه يعني اللي هو بالعافيه لمين المشروع، لان انت متخيل ان هيبقى فيه برزنتيشن، وهيبقى فيه حاجه هقول انا كمصطفى او انا كزياد او كان كابراهيم او معاذ او محمد، انا عملت الجزء ده وانا عملت الجزء ده وانا عملت الجزء ده. ما يبقاش في واحد، لان انا عارف ان المشاريع بتبقى ماشيه ازاي، في ساعات ناس كده بنسيبها في الاخر ده اللي هيقول مثلا فايده المشروع. لا، انا مش عايز واحد يقول فايده المشروع، هو واحد ماسك حاجه بكل جوانبها، فايدتها بتعملت ازاي، بجت منين، كل حاجه، الموضوع ده، الفلتر ده او الحاجه ده، الحاجه دي هي ماسكها من اولها لاخرها، متخصص فيها. ماشي يا شباب؟ الوقت هنتناقش امتى؟ لسه لحد دلوقتي ما حددناش الوقت، ولكن هيكون في خلال يعني اللي هو نقدر نقول شهر من دلوقتي. فانت قدامك بتاع 4 أسابيع بالكتير. طيب هنعمل ايه بقى في حته ايه اللي كنا بنقول هنعمل مره واثنين وثلاثه؟ احنا هنعمل لكم كل اسبوع كده هننزل لكم زي assignment، هينزل لكم على الجروب، بنبقى طالبين فيه الستاتس بتاعت البروجكت. ايه بقى الستاتس بتاعت البروجكت دي؟ بقول لحضرتك انت وصلت لفين في البروجكت؟ وصلت لحد فين؟ عملت ايه؟ ايه اللي واقف معاك؟ فانت كل اسبوع هتلاقي الاسايمنت ده نزل، بتروح تعمل ريبورت وورد فايل كده طبيعي، تقول لي والله انا الجروب ليدر، ده هيبقى مطلوب من الجروب ليدرز مش مطلوب من الناس التانية، وبكررها تاني، اي حاجه تبقى مخصصه لي اللي هو ريبورتس او مش عارف قول لي الوضع فيه، اي تعامل من النهارده هيكون مع الناس دي الجروب ليدرز. اي حاجه هتنزل محتاجه تتبعت للبروجكت، هو الجروب ليدر هو اللي هيتوكل ان هو ده الراجل ده اللي هيرفع الفايلات اللي الباشمهندس عايزها او للدكتور عايزها. فاحنا هنبقى عايزين من حضرتك
طيب يعني في واحد اهو دلوقتي عمل حاجه نمبر بليت ريكوجنيشن، ايه الفرق بينه وما بين الكار بليت ديتكشن؟ يعني انا مش حاسس ان في هيكون في اي فرق ما بينهم هما الاثنين. ده هيقرا ارقام، ما هو الكار بليت دي النمر بتاعت العربيه ايه؟ نمر نمبرز، وده برضه نمبرز. فيا ريت ناخد بالنا من النقطه دي. فانا دلوقتي هروح اعمل لهم برضه ايه؟ احط لهم الايه؟ العلامه دي. والله مش حاسمه ولا حاجه، انا بقول لك بس هو الريبورت ده هيكون حاجه خفيفه بس عشان نبقى عارفين الناس بتوصل لايه كل اسبوع. الحوار ده مش هياخد من الليدر او من اي حد في الجروب معاكوا دقيقتين، انت بس هتعمل نفس فهي الفايل هيتعمل اول مره، وبعد كده كل الاسابيع الثانيه بتزود عليه كلمتين وشكرا. ماشي، فحوار الفايل ده المفروض ما يبقاش يعني اللي هو اللي عامل لك الازمه يعني. انا بس بقول لكم التعليمات اللي انا بقول عليها دي ليه؟ عشان تضمن درجه كويسه في البروجكت. بس عايز تعمل غير كده وتمشي بدماغك وبراحتك، اعمل اللي انت عايزه، محدش بيضربك، محدش على ايدك كده ويجي يقول لك لازم يا ابني. لا انا بقول لك اهو، عايز تضمن درجه كويسه امشي ورا الجايد لاين اللي احنا حاطينه ده. مشاريع تبقى مختلفه، العدد يبقى قليل، ما تحطليش في مشروع ما فيهوش حاجه تحط لي 5 6، لا المشروع اللي انت هتاخده تبقى فاهمه كويس جدا 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 كبحث، اعمل كده بحث عليه ايه هو الفيس ديتكشن وازاي اصلا جه منين وبدا ازاي وبيعمل ايه خطوه خطوه كده، وايه بقى الكلمه دي، تلاقي كلمه ما تعرفهاش سيرش عليها شوف يعني ايه الكلمه دي، افهم فيه كل حاجه عشان هي الحوار ده هيفيدك في الاول في الاخر. يعني دي ممكن تكون اكتر حاجه هتفيدكوا خلال السنه، هي المشاريع دي اللي احنا بنعملها. وانا شايف ان دي اهم حاجه في اي ماده، المشاريع العمليه دي، لان انت بتخش تدور على النت تتعب بتلاقي مشكله، مشروع مش عايز يشتغل، ما بتلاقيش بقى حد على الجاهز يجي يقول لك اه حبيبي دي سهل اتفضل اهو، تلاقي معيد مديها لك خطوات 1 2 3 وانت بتمشي ورا الخطوات 1 2 3 وتطلع رقم. لا، انت في مشكله انت مش عارف حلها، تدور وتجرب وتغلط، هي دي كده الاساس اللي احنا عايزين ان انت تتعود عليه، لان ده شغلك في الاخر. شغلك بعد كده بره الجامعه هو هتلاقي كده بتتحط في موقف انت لسه مش عارف، يبقى تضطر تسيرش تعلم سيلف ليرنينج وتجرب وتشوف وتصحح الغلطات. عليه كام درجه البروجكت ده؟ المفروض التقسيمه بتاعت اعمال السنه احنا عندنا في ال70 بتوع الفاينل بالميد تيرم اللي هو اللي هيبقوا مع بعض دول 70 كده خلصانين، متبقي لنا كام؟ متبقي لنا 30. ال30 المفروض منهم في 10 هيبقوا كويزات، والدكتور هيكلمكم على حوار الكويزات ده، لو في ناس مش عارف فاتها كويز 1 هي مش عارف ايه، وهيبقى في كويز تاني، ان شاء الله هيبقى في كويز تاني هيتعمل. طيب فدول كده 10، متبقي 20. ال 20 دول بقى خلطه كله مع بعضه كده هيبقى في الاخر داخل في ال 20 اللي هم الاساينمنتس الاكتيفيتي الحاجات بتاعت ما اعرفش بقى الدكتور هل هيحسب الاتندنس بتاع الحاجات اللي قبل الاونلاين ولا لا، الكلام ده كله الى جانب المشروع، كل ده بقى الخلطه دي الخبطه دي كلها كده مع بعض فيها 20 درجه. هتتقسم ازاي ال 20؟ لا دي بقى هي دي حاجه تبع الدكتور، بس هو انت ليك ان انت في الاخر تعرف ان الحاجات دي كلها عليها 20 درجه. تمام كده يا شباب؟ دول ال 30 بتوعكم. في اي سؤال تاني في المشروع؟ في حاجه انتوا مقلقين منها او في حاجه؟ البرزنتيشن هتتعمل ازاي؟ البرزنتيشن حضرتك واحد بيكون بيعمل البرزنتيشن، وهتتعمل لو هنعملها ان شاء الله اونلاين يبقى هتتعمل بنسبه كبيره ان شاء الله على زوم، واحد بيفتح البرزنتيشن وبنديله هو والجروب بتاعه ان هو يشتغل بالمايكات والناس كلها قاعده ساكته وبتسمع، وبنقدر يعمل هو يقدر يعمل من عنده شير سكرين ونشوف الباوربوينت بتاعه ويبدا يشرح. اول واحد مثلا معايا هو سامر، فسامر يخش يشرح اول 2 3 سلايدز بالحته بتاعته بالجزء بتاعه وخلص، بعد كده يقول لي خلاص تمام الباشمهندس مالك هو اللي هيمسك هيتكلم عن الجزء بتاع مش عارف كذا، يخش مالك يخش يقول له والله تمام انا هتكلم اهو، وانت عمال تالف في السلايدز او الشخص اللي مسؤول عن السلايدز بيالف في السلايدز، وبتتكلم عادي وبتشرح دنيتك كلها. بعد ما بتخلصه الدكتور بقى يجي يسالك سؤال 2، ارجع يا ابني هو انت هنا عملت ايه؟ انت هنا كذا، هو ليه كذا؟ ايه هو فكره مش عارف ايه؟ طب انت البتاع ده مبني على ايه؟ كده. وترد على الاسئله ويبقى في الاخر التقييم بناء على هذا الكلام. احط ايه في البرزنتيشن؟ هتحط كل حاجه ليها علاقه بالمشروع بتاعك، دي تقسيمه ترجع لك انت.
اول طبعا سلايد فيهم اللي هو الهكس بتاع اسم الكليه واسم حضرتك والكلام ده واسم البروجكت، وبعد كده تاني صفحه لو عايز تعملها كونتنت. الديزاين دي حاجه ترجع لك وذوقك انت، وممكن يبقى ان شاء الله في مره كده نقعد مع بعض قبل المناقشه لو احنا خلاص خلصنا اللي علينا من شغلنا، ممكن نقعد كده مع بعض نص ساعه كده ولا حاجه، اقول لكم كم ملحوظه او كم حاجه تحسن من الاداء بتاعنا في مناقشه اي مشروع، وحتى لو بنتكلم على مشروع تخرج بعد كده ان شاء الله. ماشي يا شباب، في اي سؤال كده في النقطه دي؟ طيب تعالوا بقى نشوف النهارده شغلنا في ايه. النهارده شغلنا، حاضر يا محمد، يا واحد تمام. طيب النهارده بقى شغلنا عن الجي يو اي. شغل النهارده ازاي يعني ندي او نعمل سوري ابلكيشن على الماتلاب، ويبقى الابلكيشن كمان اكسكيوتبل في اي حته تانية. يعني ايه اكسكيوتبل؟ عارفين انتوا الالعاب او اي برنامج لما بتشغله بتلاقي كده البرنامج الاكستنشن بتاعته دوت اي اكس اي، تلاقي مثلا مش عارف كول اوف ديوتي دوت اي اكس اي، فلما تيجي تدبل كليك على كول اوف ديوتي يشغل لك اللعبه، او اي ابلكيشن يكون دوت اي اكس اي اكسكيوتبل، يعني انت بس هتضغط عليه مرتين هو هيشتغل لوحده، مش مضطر، هو مش جزء من برنامج تاني، مش حاجه، هو حاجه على طول هيبدا ايه يشتغل على طول. فانا ممكن اصمم ابلكيشنز، ممكن اصمم برامج، ممكن اصمم بقى بانترفيس. فالكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل من حاجه اسمها الجي يو اي. ايه هو الجي يو اي؟ الجي يو اي ده يا شباب، اختصار لجرافيكال يوزر انترفيس. عشان نبدا الجي او اي او جرافيكال يوزر انترفيس، لازم اعرفك يعني ايه اصلا جرافيكال يوزر انترفيس. جرافيكال يوزر انترفيس ده شباب يعني من الاخر انترفيس، يعني من الاخر صفحه اليوزر بتاعك يقدر يتعامل معاها بكل سهوله، تكون فيها ايقونات يضغط عليها تعمل عمليه معينه. يعني من الاخر اللي انت شايفه من ويندوز، اللي انت شايفه من ماتلاب، اي حاجه انت شايفها فيها بوتنز كده، حاجات زراير تدوس عليها تعمل لك مش عارف كذا، ده بنسميه جرافيكال يوزر انترفيس. حاجه انت عشان كيوزر مش مضطر تقعد تكتب كود عشان تشتغل. يعني انا مثلا عشان اعمل ميوت، انا كل اللي بعمله بدوس على علامه المايك عشان اعمل ميوت، مش مضطر ادخل كوماند مثلا على زوم عشان يعمل ميوت للمايك. فانا في الحاله دي بسميه جرافيكال يوزر انترفيس. انترفيس وجرافيكال، يكون حاجه كلها بوتنز وجرافات وحاجات كده سهله فريندلي كده يوز للناس كلها ان هي تقدر تستعملها. عشان ابدا اخش في الجي يو اي بتاع الماتلاب بضطر اكتب كوماند اسمه جايد. ايه بقى الجايد ده؟ الجايد ده اختصار لجرافيكال. User. Interface. Development. Environment. ايه بقى الكلام ده؟ انا لما هاجي اكتب دلوقتي على الماتلاب، انا بس عشان اوريكم اختصار تبقى فاهم يعني ايه جايد، مش بس بتكتب جايد وخلاص. جايد دي اختصار لجرافيكال يوزر انترفيس جي يو اي، ولكن انا هفتح بقى الايه الديفلوبمنت انفايرمنت. يعني ايه الديفلوبمنت انفايرمنت؟ يعني المكان اللي انا هبدا اديفلوب فيه الجي يو اي، المكان اللي انا هبدا اصمم فيه الجي يو اي بتاعي. تعال نشوف بقى هنعمل الكلام ده ازاي. هروح اهو على الكوماند ويندو واقول له جايد، يروح فاتح لي الصفحه دي. اوف، ده يفتح معاكم الصفحه دي، يقول لك ايه، كرييت نيو جي يو اي ولا اوبن اكزيستنج وان.
انت عايز تعمل جي اي جديد ولا هتفتح حاجه اوريدي موجوده؟ فانا اقول له لا انا هعمل جي اي جديد. في اوريدي زي استنباط موجوده، يقول لك ده في حاجات انا حاطط لك فيها يو اي كنترولز او اكسيز او حاطط فيه مش عارف مودال كويشن، حاجات معموله. انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايز بلانك، انا عايز حاجه صفحه فاضيه اهو. ده بيقول لك دي حاجه جاهزه بتكون بالمنظر ده، دي حاجه تانية جاهزه اهو، دي كلها حاجات جاهزه. لا انا عايز بلانك، حاجه فاضيه. تمام؟ طيب هقول له ايه؟ اوكي يلا نفتح الحاجه البلانك. هنا بقى الصفحه بتاعت حضرتك اللي منها بتبدا تصمم البرنامج بتاعك. قبل ما تبدا تصمم لازم تقعد كده مع نفسك وتشوف الاول انت هتصمم ايه. اروح انا قاعد كده مع نفسي واقول والله تعالوا نعمل مع بعض جرافيكال يوزر انترفيس، نعمل ابلكيشن هيجمع رقمين. فعشان اجمع رقمين المفروض يبقى في مكان، هعمل بوكس هنا كده الراجل يكتب اول رقم، وبعد كده هقول له في زائد، بعد كده هعمل له بوكس كمان يكتب فيه الرقم الثاني، وبعد كده يدوس على زرار، الزرار ده هيكون موجود فيه كلمه كالكوليت او اد زي ما انت عايز. لما يجي يدوس على الزرار ده يروح جمع الرقمين ويطلعهم له هنا، يطلع له الناتج يطلع هنا، واروح حاطط هنا كلمه ريزلت، عايز يبقى مكتوب كلمه ريزلت، وبحيث ان النتيجه حصل الجمع هتظهر هنا. خلاص يبقى انا صممت كده في دماغي او على ورقه شكل البرنامج، شكل الابلكيشن لما يتفتح هيكون عامل ازاي. خلاص انا فهمت الموضوع في دماغي، تعال نطبق. الاول اول ما تفتح الشاشه دي عشان تبقى عارف التولز اللي هتقدر تستعملها، الحاجات دي اللي انا هقدر منها بشد الحاجه اللي انا عايزها كده اروح ساحبها واحطها هنا. فاول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه هبقى عايز من حضرتك تروح على فايل، بعد كده بنروح على preferences، وبعد كده باجي اقول له show names in component palette. يعني يعني هاجي اقول له شفت انت الكومبوننتس اللي كانت موجوده على ناحيه الشمال، انا ما كنتش عارف دي ايه ولا دي مين، انا بس بقول له اكتب لي الاسم جنبها. فروحت تاني على فايل preferences جايد هنا اهي، قلت له show names in component palette، هقول له اوكي. اهو ابتدى يقول لي والله الرموز اللي الحاجات العلامات اللي كانت محطوطه بتعبر عن ايه. اول واحد ده push button، ده slider، ده radio button. تعالى كده نتكلم على كام حاجه منهم ونفهم كل حاجه من شويه حاجات كده مهمه دي بتعمل ايه. البوش button ده من اسمه واضح، هو زرار اليوزر لما يضغط عليه هيحصل حاجه، هنعمل عمليه معينه. تمام. slider، السلايدر ده يبقى هيظهر لليوزر بحيث ان هو يقدر يحرك حاجه مقدار معين يلعب فيه مثلا يمين وشمال، يبقى انا عندي شريط كده معين اهو، حاجه كده بالمنظر ده، والراجل يقدر يطلع فوق او تحت او ممكن اخليه يمين وشمال وهو يغير في الايه؟ في الحته دي. طيب ايه تاني؟ عندي والله راديو بوتن، الراديو بوتن نتكلم معاه هو والتشيك بوكس، عشان كده لما بيبقى فيه امتحانات او بيبقى فيه اسئله يجي يقول لك ايه؟ انت ليك اختيار واحد بس. فالراديو بوتن ده لو انا عندي سؤال الاجابه بتاعته هي حاجه واحده بس، لازم اليوزر هيختار اجابه واحده بس، يبقى بقول له راديو بوتن، بحيث انه لو انا جيت حطيت كذا واحد اليوزر ما يقدرش يعلم غير على واحد منهم بس، واحد منهم بس هو اللي هيختاره. اما التشيك بوكس لا، التشيك بوكس حضرتك ممكن تختار اكتر من حاجه، زي الفوت اللي بيبقى على الفيسبوك برضه لو حد عنده الحوار ده. في التشيك بوكس انا اقدر اعلم على اكتر من حاجه، ممكن اقول له التلات اختيارات، اليوزر بقى هو اللي يبقى قاعد مثلا. الاختيار الاول بقول له مثلا هل انت مثلا من الدفعه مش عارف كذا ولا من الدفعه كذا ولا من الدفعه، هو يقدر يعلم مثلا على التلاته اللي هو عايزه، انت مسجل الماده دي ولا الماده دي ولا الماده دي، يروح هو يعلم على التلات مواد. يبقى ده التشيك بوكس. في التشيك بوكس الراجل يقدر يعلم على كل البوكسز اللي موجوده يختارها، اما في الراديو هو واحد بس، يا اما تختار دي يا اما تختار دي يا اما تختار دي. طيب ايه تاني؟ في عندنا نوعين من التكست بوكسز، في عندي edit text وفي عندي static text. ال edit text ده اليوزر يقدر يغير فيه، اليوزر هيتبان له مربع كده، المربع ده يقدر يكتب فيه حاجه، يكتب فيه قيمه، يقدر يكتب فيه whatever. الستاتيك لا، الراجل ما بيغيرش فيه حاجه. الستاتيك بوكس ده هتلاقيه او الستاتيك تكست هتلاقيه احنا بنستعملها كتير، عشان دي حاجه انا كبروجرامر او انا كديزاينر انا عايز اكتب له حاجه، عايز اظهر له تكست
هو مش هيغير فيها حاجه. فانت تلاقي دايما الاثنين دول مربوطين ببعض ازاي. مثلا هاجي اكتب له هنا ريزلت بحيث ان الريزلت دي هتظهر في البوكس ده في الايديت تكست ده، او اقول له مثلا انتر ذا فيرست نمبر، فكلمه او جمله انتر ذا فيرست نمبر دي اكتبها له كستاتيك بوكس. اما هو لما يحب فعلا ينتر نمبر او فيرست نمبر يكتبها فين؟ هيكتبها في الايديت تكست، هيكتبها في البوكس ده الابيض. فده الفرق ما بينهم هما الاثنين. طيب ايه تاني عندنا؟ البوب اب منيو ان هو حاجه يكون فيها اختيارات كتير يختار منها حاجه. ايه تاني الحاجات اللي ممكن نحتاجها؟ طبعا الاكسيس بتاعتنا، ان انا احط رسمه اهي، احط رسمه مثلا جراف او واتيفر، يبقى انت لازم بتحط اكسيس. ايه تاني من الحاجات المهمه؟ البانل. البانل دي عباره عن زي لوحه بتقدر تحط عليها كذا حاجه، فاقدر احط عليها مثلا كذا بوش بوتن اهو، هيبقى في البانل دي. كل ده يرجع للديزاين بتاعك، عايز تحط بانل تمام مش عايز ويبقى بس البوش بوتنز موجودين كده من بره، مفيش مشكله، كل ده والديزاين انت ودماغك انت وذوقك تمام. فانا كده لما اجي احرك البانل تلاقي البوش بوتنز كلها اتحركت معايا، وهو كده اليوزر لما هيجي له كده الابلكيشن هيلاقي كده حته كده برواز كده اللي هو البانل ده، وموجود قدامه البوش بوتنز، فاهم؟ هي فكره كلها في الديزاين. طيب اعتقد دي كده الايه اهم الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها. فانا كل حاجه عايزها بسحب منها واحط فين؟ في المساحه دي. المساحه دي اول حاجه ممكن اقول لك عليها ان انت ممكن تغيرها. يعني ايه؟ يعني انا ممكن، شايفين هو كده مساحه البرنامج الويندو، الراجل اللي لما هيجي يشغل البرنامج بتاعي هتظهر له ويندو حجمها هو ده الحجم اللي موجود هنا. طب انا عايز اغير الحجم ده، الابلكيشن بتاعي صغير، ممكن والله تعمل كده اهو، يبقى يظهر له ويندو كده. لو عايز تكبر اكتر من كده يبقى في حاجات كتير بتعملها اهو، شوف بقى براحتك، يبقى حاجه زي كده انت وذوقك انت والتصميم بتاعك. طيب ايه تاني عايزين نعمله؟ تعالوا بقى احنا كده مع بعض نجرب نحط الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها. احنا قلنا في الديزاين بتاعنا اللي احنا كنا فاتحينه هنا، المفروض الراجل هيدخل حاجه هنا، هيدخل رقم هنا ورقم هنا ويجمعهم على بعض. مين بقى يقول لي في الشكل كده؟ تمام، تعال نظبطها شويه بشكل احسن. تمام، يساوي واقول له هنا كالكوليت، ده زرار. طيب الناس بقى تبدا تكتب لي كده رايك في التشات كده، انا بالمنظر اللي قدام حضرتك ده عشان احقق المنظر اللي قدامك ده في كام تكست بوكس edit text box وفي كام static text box. تمام، محمد كامل قال في edit وstatic وفي push button. تمام، push button اكيد انت قصدك ان هو هيكون واحد صح، اللي هو calculate. شوف بقى كده قول لي في كام static وفي كام edit وفي كام push button عندي. سامر بيقول 2 ايديت و1 ستاتيك، بس محمد كامل بيقول لا 3 ايديت و2 ستاتيك وبوش بوتن. ها بقيه الناس، في 31 واحد قاعدين قدامي، جاوب من الشرح اللي احنا قلناه في كام ستاتيك بوكس وفي كام ايديت بوكس وفي كام بوش بوتن في الشكل اللي انا عايز اعمله ده. يلا يا شباب، بقيت الناس فين؟ حسين، علي، انتوا فين يا شباب؟ عم شريف، سامية، آية، يا جدعان انتوا فين؟ نكتب كده في الشات بوكس كده ونصحى. عندنا كام ستاتيك بوكس وعندنا كام إديت؟ ماشي آية، خلاص تمام.
طيب لو انت من الناس اللي قالت 3 اديت و2 ستاتيك و1 بوش بوتن، اجابتك صح. اللي قال بقى حاجه تانية، تعال نعد مع بعض. انا دلوقتي بقول لك الراجل هيدخل رقم هنا، هو اليوزر اللي هيكتب رقم هنا، يبقى هو اللي هيكتب، يبقى ده لازم يكون اديت. طيب بعد كده بقول له زائد، الزائد دي هل الراجل اللي هيكتبها؟ لا، دي حاجه هتكون في البرنامج، انا بقول له ان انا هعمل عمليه الجمع فانا حاطط له الزائد، فالزائد دي بس ده دي كده لوحدها ستاتيك. طيب في بوكس تاني الراجل هيكتب الرقم التاني اللي هيتجمع، يبقى ده لازم يكون هو كمان ايديت. بعد كده عملت علامة اليساوي، علامة اليساوي دي معمولة تبقى معمولة ازاي؟ يبقى لازم دي تكون استاتيك. طب والبوكس الأخير، البوكس الأخير وش هيكون ايديت؟ ليه يا باشمهندس؟ ما هو هيطلع ريزلت، الريزلت دي بتختلف بناء على الرقمين اللي الراجل ده هيحطهم، فلازم أكيد دي كمان تكون ايديت بحيث إن هي هتتغير كل مرة. وده ده أكيد ده الراجل الوحيد اللي احنا كلنا متأكدين منه إن ده بوش بوتن، الراجل لازم هيدوس عليه عشان ينفذ عملية الجمع. تعال نعمل الكلام ده سريعا. ادي اول edit text، شوف بقى انت عايز مساحة البتاع ده تكون قد ايه، انت براحتك. ممكن بقى عشان انجز نفسي انا خلاص عملت اهو مثلا البوكس ده اهو، اروح رايت كليك عليه واقول له duplicate يعمل منه، او duplicate يعمل منه ايه نسخة كمان، ويعمل معاه واحدة كمان، يبقى احنا كده ادي التلاتة الاديت تكست بتوعي. طيب وبعد كده عايزين الاستاتيك، هروح حاطط له واحد استاتيك هنا ده يكون فيه علامة الزائد، واروح واخد الراجل ده كده اقول له طلع لي دوبليكيت، ويبقى ده هنا، احط هنا الزائد وهنا اليساوي. بعد كده عايزين بوش بوتن محترم، الراجل يدوس عليه، لما يدوس عليه يبقى فيه الكالكوليت بتاعي. طيب بص يا شباب، لما بتيجي حضرتك تعمل ملف جي او اي هو بيخلق حاجتين، بيعمل ملف اللي انتم شايفينه هو اسمه دوت اف اي جي او دوت فيج، وبيعمل ملف تاني ام فايل. ايه بقى فايدة الام فايل؟ الفج ده الحاجة اللي هيظهر فيها، اللي لو عملت رن للابليكيشن اهو ماشي، اقول له تعالى اعمل رن ونسيفه باسم مثلا ادينج اهو. بص عمل لي ايه؟ عمل لي فايلين، اول فايل هو ده شكل البرنامج اللي هيطلع للراجل، ده شكل الانترفيس اللي هيظهر لليوزر بتاعي، وده الام فايل اللي هيكون موجود فيه الكود اللي بيه هيشتغل الابلكيشن ده. طبعا انا لسه ما حطيتش اي كود، ما حطيتش اي حاجه. ايه ده ما حطيتش؟ امال ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ الكلام ده جه منين؟ واحده واحده وهنشرح كل حاجه واحده واحده. طيب فادي المفروض الصفحه اللي هتظهر للراجل، اول حاجه لاحظها كده، بص يا باشمهندس معلش يعني انا ليه عامل الويندو دي كلها وفي الاخر هو الابلكيشن قد كده؟ اقول لك عندك حق يا ريس، يبقى انا اقفل ده وارجع للصفحه بتاعت الديزاين بتاعتي واجي اقول لك الكلام ده كله علمت كده، شديت بالماوس كل الكلام ده وحركته كده بحيث انه يبقى هنا، واقدر اقفل على نفسي شويه بقى اهو كده، بحيث ان يا دوبك الايه الويندو اللي هتتفتح له هي على قد الايه الابلكيشن بتاعي. تمام. ايه تاني؟ تعالى يا باشمهندس بقى نقول له نغير فيه الحاجه اللي موجوده عندي هنا، ويبقى بعد كده نخش في الكود ودنيه الكود. كل حاجه من دول يا شباب، كل عنصر من دول احنا بنسميه اوبجكت، كل حاجه من دي بنسميها اوبجكت. كل اوبجكت بيبقى ليه خصائص، عشان اغير فيه الحاجه اللي موجوده جوه، عايز اشيل كلمه edit text دي واخليه مربع فاضي، كلمة static text دي اغيرها واخليها plus، دي اخليها يساوي، دي بدل كلمة push button اخليها calculate، عايز اغير اللون بتاع الزرار، عايز اغير اللون، كل الكلام دي خصائص للاوبجكتس اللي موجودة قدامي. اغيرها ازاي؟ بان حضرتك بتدبل كليك على العنصر اللي انت عايزه، بيفتح لك حاجة اللي اسمها الانسبكتور.
الانسبكتور ده اللي فيه كل الخصائص بتاعه العنصر اللي انت عايزه، ففي منها ايه الباك جراوند كولر بتاع مين، بتاع الاوبجكت ده، بتاع العنصر. الباك جراوند عايز تغير اللون، غير اللون. انا عن نفسي انا مش هغيره، العب انت بقى براحتك في الالوان انت وذوقك. طيب ايه تاني يهمني؟ يهمني جدا 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 في طبعا عندك الفونت سايز، الخط الفونت بتاعك قد ايه، تعال نغير فيه الفونت بحيث ان الراجل لما يكتب ما يبقاش 8، تعال نخليه 16. تمام. طيب نخليه 16 يبقى كتير شويه، خليه 12 احسن. تمام. بعد كده ايه تاني يهمني هنا؟ لو حضرتك نزلت تحت بيبقى في حاجتين مهمين جدا اللي هم السترنج والتاج. السترنج والتاج. السترنج ده دي الحاجه اللي بتظهر من بره، الحاجه اللي موجوده عند اليوزر من بره اهي، كلمه edit text اهي، طبعا كبرت لان انا غيرت الفونت، فانا عايز بدل ما يبقى مكتوب هنا انا عايزها تبقى فاضيه. لا اي مشكله، شيل خلاص، فضيتها راح شايلها لي من هنا خلاص، ما بقاش فيها حاجه. ايه بقى التاج؟ كل اوبجكت موجود عندك في الجي او اي انا محتاج اربطه جوه كود، انا الحاجات دي كلها هتتربط بكود، فالكود ده عشان يتربط، عشان يبقى انت عارف في الام فايل الحاجه اللي جايه من هنا او اللي رايحه هنا، كان لازم تعمل اسم لكل اوبجكت ده، فهو بيعمل لك اوتوماتيك، بيروح خالق لك التاج ده على حسب انت عملت ايه. انا عامل مثلا edit text فيقول لك انا هسميها لك edit، فانا عشان عملت ثلاثه فتلاقي واحد منهم edit واحد اهو، ده edit ثلاثه، والراجل ده edit مش عارف اربعه، وده edit اثنين، كل واحد منهم مسميه هو اسم اوتوماتيك، بس لازم يكون اسم مختلف. انا اقدر اغيره؟ اه تقدر تغيره، ويبقى خلاص بعد كده وانت في البروجرامينج، وانت في الناحيه بتاعه البروجرامينج بقى في الام فايل، لما تيجي تبرمج الكلام ده انت خلاص لما تيجي تنده على الاوبجكت ده هتنده عليه باسم ايه؟ باسم edit text؟ لا، باسم edit 2. عايز انده على الراجل ده يبقى باسمه edit 3. طب والراجل ده edit 4. انت عايز تغير فيهم براحتك. عايزين نخلي ده مثلا اسمه الفيرست نمبر، خليه الفيرست نمبر، بس خد بالك طالما ده اسم حاجه هيعتبر زي اسم فاريبل بيتعرف على الماتلاب، يبقى برضه بينطبق لقواعد الماتلاب اللي هو ايه، الاسم ما ينفعش يكون فيه مثلا حاجه، ما يكونش اسم حاجه عمليه موجوده. يعني ما تسميليش التاج بتاع الاوبجكت ده تسميه لي مثلا كونف، ما تسميهوليش مثلا اي فانكشن احنا واخدينها او اي كومنت، لا. وما ينفعش تعمل سبيس، يعني ما ينفعش اجي اقول لك edit 2، لا لازم تكون edit والاثنين لازقه فيها. شوف بقى براحتك وتغير الاسم ده زي ما انت عايز. فتعال نغير الاسم ده عشان يبقى برضه بيدل ان انا هسميه first num، يبقى first number ده اللي هو التكست بوكس الاولاني، انا غيرت التاج بتاعه خلاص. تمام. تمام. تعال نروح على الثاني وهعمل فيه نفس الكلام، هكبر فيه الفونت سريعا بقى، هكبر فيه الفونت ال 12 وهاجي اقول له الايديت تكست دي بعد اذنك شيلها لي خالص، روح على التاج هاجي اقول له التاج بتاعك هو السكند نم. تمام. ايه تاني؟ خلاص انا خلصت الراجل ده، تعالى نروح على الراجل التالت هقول له الفونت بتاعك 12 وبعد اذنك فضي السترنج الخانه اللي موجوده هنا وروح لي على التاج، الاسم اللي هاجي انده عليه بيك هسميك الريزلت. تمام. طيب تعال نشوف الراجل المحترم ده البوش بوتن، نفس الكلام انا عايز اغير فيه، هخلي السترنج بتاعه وبرده التكست اللي موجوده تعال نكبرها. كل بقى ده لعب ديزاين، واجي اقول له البوش بوتن السترنج هقول له هنا مثلا كالكوليت اهي، تعال بص اول ما ادوس في اي حته تانية وادوس انتر اي حاجه اهو خلاص غيرها هنا كالكوليت. عايز تغير اللون، عايز تغير اللون الخلفيه بتاعت البوش بوتن، كل الكلام ده متاح لك، تعمل اللي انت عايزه. تمام. تعال نغير في الستاتيك تكست. الستاتيك تكست هقول له ايه؟ هروح على السترنج بتاعها واقول له حضرتك هتبقى علامه بلس، انا مش عايز اكتر من كده.
وهقول له هنا انت برضو ايه كبر الفونت شويه بس بقى. لا تعال نكبر علامه البلس دي جامد، تعال نخليها 42 مثلا، بقت علامه كده بلس محترمه اهي تتشاف. حركها كده ايه فوق شويه. طيب حضرتك نفس الكلام 42 ولكن هيبقى اسمك equals. بس كده مش عايز منك حاجة تاني. والكالكوليت نسينا نغير بس الايه التاج بتاعه، التاج بتاعه اسمه ايه؟ اسمه بوش بوتن 4، فانا مش عايزه يبقى بوش بوتن 4، هنخليه كالك بوتن. حلو، نفتكر مع بعض الاسامي، او كالكوليت بوتن. تمام، يبقى ده الاسم بتاع مين؟ بتاع الراجل ده. طيب انا خلاص خلصت الديزاين بتاعي. في ايه تاني ممكن نتكلم عنه؟ ممكن والله لو احنا هنعمل حاجات تانية، لو انا مثلا هعمل جراف ولا حاجه، في حاجه اسمها تول بار اديتور هنا، شايفين العلامه دي؟ علامه التول بار اديتور، لو انا دوست عليها بيفتح لي الحاجه هنا، انا اقدر احط، عارفين زي ما انتم شايفين الابلكيشن اللي مفتوح قدامنا ده، شايفينه؟ مش في حاجات كده زراير موجوده فوق، واحد بيعمل سيف فايل، واحد بيعمل مش عارف ايه، واحد بيعمل اندو والكلام ده. انت ممكن تعمل في الابلكيشن بتاعك للي هيظهر لليوزر تعمل حاجه مشابهه. ازاي؟ عن طريق التول بار اديتور ده. هقول له والله انا عايز الحاجه اللي اسمها مثلا زوم مثلا، يعني لو انا بتكلم بقى في ايه هقول له ات ايه تاني، عايز برضو الزوم اوت يلا، وعايز برضو يبقى فيه مش عارف مثلا بان مثلا اللي هي يحرك الصوره كده. الحاجات دي حاجات تلاقيها معظمها عن لو انت هتعمل اكسس او هتعمل اكسيز اللي هي الحاجات بتاعت الرسومات والبلوتس. اقول له اوكي خلاص، لما اجي اعمل رن، تعالى كده نعمل رن للكلام ده اهو. بص ظهر لليوزر لما هيجي يفتح هيظهر له الثلاثه اللي انا حاططهم له دول، وهم اوريدي متبرمجين، والماتلاب عارف هيعمل بيهم ايه، وان هو ده قصده بيه ان هو لو الراجل دايس وكان في رسمه هيقدر يحرك الرسمه، او هيقدر يزوم ان، او هيقدر يزوم اوت. تمام، انا بس بقولها لكم عشان لو ايه، لو حاجه تبع المشروع بتاعكم ولا حاجه فيها الكلام ده، تبقى عارف برضو ان انت بتضيف اختيارات شويه اكسترا، تبقى عارف بتعملها ازاي. طيب انا خلاص كده حطيت الديزاين، عملت الديزاين بتاعي، عايزين بقى نشوف الكلام ده كله هيتربط ازاي في الاكواد. تعال نبص على الراجل الام فايل. انا اول ما عملت ام فايل، او اول ما عملت رن البتاع، جيت عملت له كرييشن، هو اوتوماتيكلي الراجل ده راح عامل اكواد جاهزه، حاجات جاهزه. ودي ميزه الماتلاب بقى، ان في حاجات انت مش مضطر ان انت تعملها، بيبقى في اكواد بيكتبها انت مش مضطر ان انت تعملها، هو بيبقى مجهزها لك على طول، وهقول لكم مثال ليها واحنا بنشتغل. فهو بيكون كاتب لك الاكواد دي اللي هي تقدر تقول عمليات التسطيب كده في الاول، اللي هو ايه بيهيئ الدنيا. اهم حاجه في هيئ الدنيا دي اللي هي مين؟ هو الراجل اللي اسمه الاوبننج فانكشن. هو ده الاوبننج فانكشن يا شباب، هي دي من اول هنا لما هتيجي ترن البرنامج بتاعك، دي اول حاجه هيعملها. ممكن نتاكد من هنا اهو، هو ده فعلا اللي انا عملته. في حاجه اسمها جو تو هنا، خاصيه عندك في التاب اللي اسمها اديتور، لو انا عايز اروح على الجزء مثلا بتاع الكالكوليت بوتن فهو يوديني على طول اوتوماتيك، ولكن انا بروح على دلوقتي على الاوبننج فانكشن. الاوبننج فانكشن دي هي اول حاجه بتتنفذ، اول حاجه بتتنفذ لما تيجي تعمل رن للبرنامج بتاعك. ايه بقى الحاجه اللي بتحصل؟ ايه اهم حاجه في الموضوع ده؟ هو الراجل ده الجايد داتا ده، الجي او اي داتا ده، الكوماند ده بيستعمل ان هو بيعمل ابديت لحاجه اسمها الهاندلز. ايه بقى الهاندلز دي؟ دي اهم حاجه ممكن تلاقيها في الدنيا دي كلها بتاعه الجي او اي. الهاندلز دي يا شباب دي اللي رابطه كل حاجه ببعضها، دي الخاصيه او الحاجه اللي رابطه كل شيء ببعضه. انا لو انا عايز اروح اجيب حاجه من الاديت بوكس اللي الراجل هيكتبه،
بعد كده هروح واخد الرقم ده اجمعه على رقم تاني هيكتبه في الايديت بوكس التاني، واطلع الريزلت في الكلام ده كله. اللي بيعمل الدنيا دي كلها هو الحاجه اللي اسمها الهاندلز. هستخدم الهاندلز دي في كل شيء، والهاندلز دي باي ديفولت خلاص بقت جزء من كل حاجه، بقت جزء من كل حاجه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو انا عايز اجيب حاجه من الايديت بوكس اللي انا عامله، لو انا عايز اجيب حاجه من الايديت بوكس اللي انا عامله، هروح بدل ما اكتب بس كلمه ايديت بوكس او هو احنا سميناه مثلا فيرست نم، يبقى اسمه فيرست نم دوت هاندلز. خلاص بقى جزء من اسمه هو الدوت هاندلز ده، لزق في كل حاجه، اي حاجه هنده عليها في البرنامج بتاعي. حاضر يا محمد. اي حاجه هنده عليها في البرنامج بتاعي بعد كده، اي اوبجكت اي حاجه، خلاص انا بنده على الهاندلز بتاعتها. الهاندلز دي هي حاجه بتربط ما بين الدنيا كلها، هي اللي بتربط الداتا كلها ببعضها اللي ماشيه في الكود بتاعك. فيهمني جدا ان انت تبقى عارف الهاندلز دي. الاوبننج فانكشن اللي بترن كل مره بقول لك بتعمل ابديت الجي او اي داتا، ده بيعمل ايه؟ بيروح على كل الاوبجكتس اللي موجوده يعمل ابديت للهاندلز. يعني ايه؟ يعني يشوف الهاندلز بتاعت كل ايتم، بتاعت كل حاجه موجوده عندي. يعني ايه برضو؟ يعني يجي يبص هنا، يروح للايديت بوكس، يقول له يا ايديت بوكس الهاندلز بتاعتك هي ايه دلوقتي؟ يقول له والله انا الهاندلز دي اعتبرها زي البروبرتيز يا شباب، اعتبروها زي البروبرتيز دي كده. يقول له والله انا الراجل كتب فيا 16. طيب في اي حاجه ثانيه جديده؟ خلاص شكرا، بقيه الحاجه زي ما هي. يروح على الراجل ده، يا ستاتيك بوكس انت فيك اي حاجه جديده؟ يقول له لا والله انا زي ما انا الراجل مش كاتب فيا غير بلس وهي ستاتيك كده كده اليوزر ما بيغيرنيش. يروح على الايديت ده، انت فيك يا ابني حاجه جديده؟ يقول له اه ده اليوزر كتب فيا 4. وهكذا يمشي على كل اوبجكت يقول له انت فيك اي حاجه جديده؟ يقول له اه انا حصل مثلا الراجل ضغط عليا عمل مش عارف ايه، ده انا غير فيا الاسم بقى مش عارف ايه كذا. اي حاجه هتحصل اليوزر هيعملها او انت هتعملها ويجي بس يرن، لازم الابديت ده اول حاجه تحصل. يروح معرف الناس كلها، يا جماعه الايديت الاولاني خلاص بقى جواه حاجه اسمها 16، يا جماعه الايديت الثاني بقى جواه رقم اسمه 4. فيعرف الناس كلها، يبعت ابديتس كده للناس كلها ان القيم الجديده اللي موجوده هي كذا وكذا وكذا. يبقى اللي بيربط الدنيا دي كلها هو مين؟ هو الهاندلز. ولازم الكوماند ده مهم جدا 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 عشان ده اللي بيعمل الابديتس بتاعتي. هو موجود باي ديفولت، انت مش مضطر تكتبه. طيب ايه تاني؟ بعد كده كل بقى اوبجكت انا خلقته بقى ليه جزء موجود عندي على الام فايل بتاعي اسمه الكول باك. تاني، اي اوبجكت انت خلقته، اي اوبجكت انت عملته، لما اجي عايز احط كود جواه او اربطه بكود او اعمل فيه اي حاجه، بقى اسمه كول باك. اهو انا كنت عامل حاجه اسمها فيرست نم، الفيرست نم كول باك، السكند نم، السكند نم كول باك، الريزلت، الريزلت كول باك. ايه الكول باك ده؟ الكول باك ده الجزء اللي فيه حضرتك هتكتب اي كود يخص الاوبجكت ده. طيب ايه بقى الاكواد اللي ممكن استعملها تكون خاصه بالاوبجكتس اللي انا مدخلها؟ الراجل حتى كاتب لك هنس، يعني الكلام ده كله الاخضر ده يا شباب كله احنا عارفين ان هو كومنتس، فبص مديك حتى هنس، يعني راجل محترم جدا بيقول لك ايه؟ هنس جيت اوبجكت، ده هيعمل ريتيرن كونتنتس اوف فيرست نم از تكست. تعالى نعرف كده مع بعض شويه كوماندات ممكن او هتلاقيها بنستعملها بنسبه كبيره جدا على الام فايل ده. ايه هي الكومنتس دي؟ الكومنتس اللي انا ممكن استعملها هو في كوماند اسمه جيت، وفي كوماند اسمه set، وفي كوماند اللي هو string to double او string to integer والعكس بتاعهم. دول اللي تلاقيهم من اكتر الحاجات اللي احنا بنستعملها. ايه بقى الحاجات، ايه الكوماندات دي بتعمل ايه؟ الراجل دلوقتي تعالى نفكر في السيناريو اللي المفروض يحصل على الكود بتاعي. الراجل المفروض هيكتب رقم هنا اهو، هيكتب لي رقم.
المفروض الرقم اللي يتكتب هنا الكود بتاعي ياخد الرقم ده ويروح جمعه على الرقم ده، يعمل العملية الحسابية اللي هي الجمع أو الضرب أو whatever، ويطلع لي الأوتبوت بتاعي فين؟ هنا. الكلام ده كله هيحصل إمتى؟ لما الراجل يدوس على البوش بوتن. يبقى كل العمليات الحسابية مربوطة بتنفيذ إن الراجل يضغط على البوش بوتن. يعني أنا مش هقدر، يعني لو راجل كتب 16 و4 هنا مش هيطلع له 20 غير لما يدوس على البوش بوتن. يبقى أنا فهمت بقى، يبقى أنا أي حاجة، أي عملية حسابية هعملها تتحط جوه البوش بوتن. ليه؟ لأن هو ده اللي واقف عليه الدنيا كلها، هو ده اللي واقف عليه التنفيذ. الراجل لو ما دسش على ده مفيش أي حاجة هتحصل. هيكتب هنا أي رقم 50 و100 مش هيجمعهم على بعض إلا لما يدوس على كالكوليت. فيبقى الكود بتاعي هعمل عملية الجمع والكلام ده كله أعمله جوه الكالكوليت. طب هو إزاي هيجيب الخمسين من هنا؟ إزاي هيجيب المية من هنا؟ ما هو ده بقى استخدام الكوماند جيت وست. هاجي أقول له جيت الرقم اللي الراجل هيكتبه هنا، روح هات الرقم اللي الراجل هيكتبه في الإيديت بوكس الأولاني، روح هات الرقم اللي الراجل هيكتبه في البوكس الثاني جيت، برضه باستخدام الكوماند جيت. وبعد كده يروح اعمل العمليه الحسابيه جوه البوش بوتن، يعمل العمليه الحسابيه يجمعهم مع بعض. طب والناتج؟ الناتج مثلا انا هسميه كلمه اوتبوت مثلا، هقول له سيت بقى للايديت بوكس الثالث، روح ودي الاوتبوت اللي انت طلعته وديه على الايديت بوكس الثالث. يبقى جيت بيجيب وست بيودي. جيت هيجيب الحاجه وست هو اللي هيودي القيم. تبقى فاهم بس اهم حاجه دول بيشتغلوا ازاي. تعال نشوف الجت والست الحاجه بتاعتهم بتكون منظرها ايه. الجت اول حاجه فيه وانا بشتغل عليه بتقول له انت هتجت مين، انت هتجيب مين، انا عايز اجيب مين، انا عايز اجيب قيمه موجوده في الفيرست نم. يبقى تعالى كده نروح على البوش بوتن اهو، ممكن اروح على طول من جو تو واقول له وديني على الكالكوليت بوتن كول باك اهو، فهو وداني هنا، هو موقف لي الماوس هنا. طيب فانا هروح عند الراجل المحترم ده وبكل بساطه هاجي اقول له تعالى نعرف له مثلا فاريبل اسمه اكس بتساوي، هقول له جيت هتاخد الرقم اللي الراجل هيكتبه في الفيرست نم او اللي هو الايديت بوكس الاولاني. هقول له جيت افتح قوس اكتب لي بقى هنا حضرتك اسم العنصر اللي انا رايح له. ايه اسم العنصر اللي انا رايح له؟ انا رايح للفيرست نم صح، انا هاخد القيمه اللي موجوده في البوكس اللي اسمه فيرست نم. طيب هاخد ايه منها؟ ما تنساش ان الفيرست نم اتغير اسمه، بقى اسمه فيرست نم دوت هاندلز، ما بقاش بس اسمه فيرست هم وخلاص، فيرست نم وخلاص، ده هو فيرست نم دوت هاندلز. انت هتروح على البروبرتيز بتاعته. انا بقول كده للبوش بوتن يعمل ايه؟ يروح رايح على الايديت ده يفتح البروبرتيز بتاعته ويجيب الحاجه اللي الراجل هيكتبها هنا. طب اللي بيظهر هنا يا شباب كان ايه هو؟ مش كان اسمه سترينج؟ لو انا رحت كاتب هنا للراجل 14 مثلا، مش فعلا راح ظهر 14 هنا؟ يبقى اي حاجه بتظهر هنا اللي هو الراجل هيكتبه اليوزر بتسمع في مين؟ في السترينج. يبقى انا كده عايز اقول لمين للبوش بوتن؟ اقول له روح خد القيمه اللي موجوده في السترينج اللي في الايديت بوكس الاولاني. يبقى هاجي اقول له كده تعال نترجمها بكود، هقول له جيت فيرست نم دوت هاندلز، روح على الفيرست نم دوت هاندلز هتجيب منها ايه؟ هقول له السكند ارجمنت في الكوماند اللي اسمه جيت، السكند ارجمنت بحط سنجل كوتيشن اهو، واقول له انت هتاخد السترينج. واقفل القوس. كده الراجل هيعمل ايه؟ هروح رايح على الفيرست نمبر يقول لهم يا فيرست نمبر ايديت بوكس بعد اذنك وريني الهاندلز بتاعتك. يقول له اتفضل يا سيدي، الهاندلز كلها اهي، انا الخط بتاعي هو ده ومش عارف وايه والكلام ده كله. قال له انا مش عايز كل الرغي ده، انا عايز بس السترنج بتاعك. الراجل دخل رقم كام؟
هيقول لي ده الراجل دخل رقم 16 او دخل مش عارف ايه. يقول لك ثواني بقى، الراجل هنا السترنج هنا يا شباب بتقبل حروف، السترنج بتقبل المفروض حاجه في قيمه زي حروف او واتيفر، بس انا مش عايز حروف، انا مش عايز حاجه في صيغه السترنج، انا عايز رقم. الراجل ده هيكتب لي رقم، فازاي اعرف الماتلاب ان الراجل ده بيكتب رقم؟ ان انا اجي اقول له والله قبل الجيت ده هقول له انت هتعمل string to enter او string to double، مش هتفرق. تعالى نعملها دبل زي ما الناس هنا عشان ما نلخبطكوش، اهو string to double ده مثال موجود عندك، هقول له string to double. ليه بقى؟ ايه فايده الحركه دي؟ لان الحاجه اللي الراجل هيكتبها هنا جوه السترنج اللي هو هيكتبها في الايديت بوكس هي لسه سترنج، الراجل ما يعرفش دي رقم ولا ايه، الماتلاب ما يعرفش دي رقم ولا ايه، فانا لازم اقول له حولها من السترنج حولها لدبل، لازم اقول له كده، اقول له سترنج تو دبل. يعمل لايه بقى السترنج الدبل ده؟ لاي حاجه انا هجيبها هنا. يبقى بالصيغه اللي انا عملتها له هقول له ايه؟ انت هتجت الفيرست نمبر، روح على الهاندلز بتاعتها، اقفش السترنج، قفشت السترنج حوله لدبل، بعد ما تحوله لدبل سيفه في فاريبل اسمه اكس. شفت اللفه عامله ازاي؟ تاني، يبقى انا اول حاجه انا هجيب رقم من ايديت بوكس، يبقى اروح على البوش بوتن، لان ده اللي هيحصل في كل العمليات. اي حاجه هتحصل في الابلكيشن بتاعي لازم الاول الراجل يضغط على البوش بوتن عشان تتنفذ، فيبقى انا الاكواد بتاعتي كلها هتتعمل فين؟ حاضر يا مرن. يبقى الاكواد بتاعتي كلها هتتعمل فين؟ هتتعمل جوه البوش بوتن. ممتاز، يبقى بروح على البوش بوتن واقول له انت هتاخد القيمه اللي موجوده في الايديت بوكس الاولاني، يبقى اقول له جيت الفيرست بوكس الاولاني دوت هاندلز، روح على الهاندلز بتاعته البروبرتيز بتاعته وخد القيمه اللي هي السترنج. بس ثواني، انت مش هتقدر تعمل عمليات حسابيه عليه لان هو في صيغه السترنج، فانا لازم احولك من سترنج لازم احولك لحاجه انا اقدر اتعامل معاها حسابيا اللي هي الدبل او الانتجر او اي حاجه من الحاجات دي كلها. المهم احطه في صيغه ارقام. تمام، الراجل قال لي تمام، انا كده الاكس هاخدها من الراجل ده. ايه تاني؟ تعالى نعرف فاريبل اسمه الواي، وهيبقى نفس الكلام، ولكن هاجي اقول له منين بقى؟ هقول له برضه string to double get برضه، ولكن مش الفيرست نمبر، انت التاني اسمه ايه؟ هقول له تاني كان اسمه second num، صح؟ مش الايديت بوكس كان اسمه كده؟ اهو second num دوت هاندلز، روح على الهاندلز بتاعته واقفش لي برضه السترنج. اهو انا بعيدها يا مرن، انا بعيدها تاني هنا، فانا هقول له ايه؟ روح جيت هات لي الرقم اللي موجود في البروبرتيز بتاعت السكند نمبر. انهي حاجه يا ابني؟ ده في عندي كتير. اقول له انا عايز بس السترنج، الحاجه اللي الراجل هيكتبها في السترنج. طب ما هي تمام، انت هتعمل بيها ايه؟ انا لسه هعمل بيها عمليه حسابيه، عمليه حسابيه يعني انا عايزه رقم، يبقى انا لازم احوله لرقم، فاقول له سترنج تو دبل عشان يحول لي اي حاجه هيجيبها من هنا. ممتاز، تعالى بقى نعمل العمليه الحسابيه نفسها، ان انا هقول له ان زد بتساوي اكس بلس واي. فانا عملت العمليه الحسابيه برضه جوه البوش بوتن، جوه الكول باك بتاع البوش بوتن، اهو عملت العمليه الحسابيه. ناقص بقى ان انا اعمل ايه؟ اقول له شفت الزد دي يا ريس؟ هقول له هتروح توديها. مين يجي يقول لي بقى كلمه اوديها دي؟ يبقى هستعمل انهي كوماند؟ ها ست، بالظبط. انا اقول له هتودي الست الزد دي هتوديها للراجل اللي هو الايديت بوكس التالت، يبقى اقول له ست. تعالى بقى نشوف الارجمنتس بتاعتها. هقول له ست هتودي، هيقول لي هتودي فين؟ هقول له روح للي انا عاملينها اللي اسمها ريزلت، مش كان اسمه ريزلت؟ اه ريزلت دوت هاندلز
روح للهاندلز بتاعته، عايز ايه برضه انهي حاجه في الهاندلز، اقول له روح برضه يا ابني على السترينج. تمام، هحط ايه بقى هناك؟ انا لسه ما قلتلوش هيحط ايه، انا لسه ما قلتلوش انت بعد ما تروح على الريزلت او اللي هو التالت اديت بوكس وتروح على الجزء السترينج يعمل ايه، اقول له انت هتدخل لي الزد بس هي كانت كابيتال. تمام، الراجل كده يقول لي تمام، بس ثانيه واحده، الزد دي مش هي نتيجه عمليه حسابيه لرقمين صيغتهم دبل؟ يبقى الزد هي رخره دبل، ازاي حاجه دبل هعرضها في سترينج؟ خلاص يا عم، يبقى كل اللي انا هعمله هعكس الكوماند بتاعي هنا، اقول له الكلام ده بس، حولت بقى من دبل هرجع ارجعها تاني سترينج عشان الراجل يقدر يقبلها في الايه، في الايديت بوكس بتاعه، لان الخانه بتاعته هي سترينج. يبقى اي حاجه تخش دنيته، اي حاجه تخش البوابه عنده لازم تخش سترينج، اما اي حاجه داخله بوابه الماتلاب عشان اعمل عليها عمليه حسابيه لازم تخش يا انتجر يا دبل، لازم تكون رقم. ماشي يا شباب، فاهمين كده الفرق ما بين الانتجر او سوري السترينج والدبل والكلام ده؟ مفهومه لحد دلوقتي؟ تعالى بقى كده ايه نجرب ونشوف، يطلع لنا ايرورز، تطلع لنا سيف يا ريس. تعالى نقول له 15 و4 كالكوليت، تعالى نشوف الايرور. الراجل شتمني قال لي ايه؟ الفيرست نم دوت هاندلز هو مش عارفها، ممكن نكون كتبناها غلط. يا فين الفيرست نم؟ انا عايز اتاكد من حاجه عشان ممكن يكون انا اتلخبطت وانا بشرح. فهي هاندلز ماشي، يبقى هي هاندلز الاول. لا لا، هي الفكره كلها في الهاندلز، هي هاندلز دوت فيرست نم مش فيرست نم دوت هاندلز، هتبقى هاندلز دوت سكند نم، وهنا الراجل برضو يبقى هاندلز دوت ريزلت. ونجرب ونشوف مثلا 14 13 و4 قال لي 17 اشتغل. هل هنا متضايق من حاجه؟ برضه الراجل متضايق من دبل تو سترينج، ممكن نشوف ممكن نعملها string to number و number to string، يعني لو عملنا كده بس نخلص من المشكلة دي، ان انا هغير بدل ما هي string to double هخليها string to number اهي، انا هحولها من رمز لرقم، واجي هنا اقول له خليها num to str ونشوف الراجل هيتضايق من حاجة ولا لا. خلاص الراجل ما طلعليش ايرور، ما عملش اي حاجه، كل حاجه عنده سليمه. بس
يبقى احنا كده نفذنا البرنامج بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو عملية جمع ما بين رقمين. وتعالى نقول بقى مراجعة سريعا على الخطوات ونصحح الايه الكام حاجة اللي احنا كنا قلناها. يبقى انا اول حاجة كلمت عليها هي الـ opening function. دي اول حاجة بتتعمل ان هو بيأبديت الدنيا من الـ GUI data. ركز بقى هنا عشان دي خلاصة كلها في الكلمتين دول. الـ GUI data ده الـ command اللي بيتعمل عشان يأبديت الـ handles اللي موجودة. اي تغييرات الراجل هيعملها او انا عملتها او اي حد عملها انا بقول له update الدنيا كلها, update الـ handles بتاعت الحاجة كلها. قلنا ان الـ handles دي هي الـ properties بتاعت كل object. اي حاجه بتتربط او عايز اجيب حاجه من هنا او مش عارف ايه بروح بقول له روح على الهاندلز بتاعه الحاجه دي. كل اوبجكت بتخلقه بيبقى ليه كول باك, بيبقى ليه كول باك. الكول باك ده اللي انت بتحط فيه الكود بتاع الاوبجكت ده. فانا التكست بوكس كل التكست بوكسز دي انا مش هحط فيها اكواد, انا كل اكوادي هحطها في مين؟ في البوش بوتن. ليه؟ لان البوش بوتن ده هو اللي لازم الراجل يدوس عليه عشان ينفذ اي حاجه. يعني انا لو كتبت في البوكس الاولاني 5 والبوكس الثاني 11 مش هيجمعهم, لازم الراجل يدوس على زرار كالكوليت عشان يبدا يعمل اي حاجه. فانا بحط كل الاكواد بتاعتي في مين؟ في البوش بوتن. طب اروح للبوش بوتن ازاي في كل اللخبطه دي؟ في عند حضرتك زرار اسمه جو تو, اقول له جو تو وادور على الكالكوليت بوتن اندرسكور كول باك. انا مسميه كالكوليت بوتن, سميت التاج بتاعه كالكوليت بوتن, يبقى اروح على الكول باك بتاعه واداني هنا على طول. هكتب الكود بتاعي بقى من اول هنا. بكتب ايه؟ بقول له والله انت هتجيب الرقم اللي هيتكتب في البوكس الاولاني. البوكس الاولاني سميته فيرست نمبر, فبقول له جيت وافتح قوس روح على الهاندلز بتاعه الفيرست نمبر, يبقى هاندلز دوت فيرست نمبر. هتجيب منها ايه؟ هتجيب منها السترنج. بعد ما تجيبه بقول له ما تنساش بعد اذنك تحوله الرقم يبقى string to number, لان انا العمليه اللي انا هعملها دي عمليه حسابيه بتتعمل على ارقام, مش بتتعمل على characters, مش بتتعمل على حروف, مش بتتعمل على رموز. انا لازم الحاجه بتاعتي تكون رقم. طب مش هو المفروض كتب 6؟ ما هو 6 ده باشمهندس رقم. ايوه هو بالنسبه لك انت كبني ادم, انت بالنسبه لك 6 ده رقم, ولكن انا عشان كتبته في خانه السترنج فالجهاز بتاعك او الماتلاب لغايه دلوقتي شايفه string, شايفه character, شايفه رمز, حاجه كده مرسومه. فانا عشان اقول له ان ده رقم اقول له لا حوله لي من رمز لرقم فيعمل لي string to number. بعد كده نفس الكلام هعمله في الواي, هقول له هات لي بقى الحاجه اللي موجوده في السكند نمبر اللي موجوده في تاني edit box. هيروح على الهاندلز بتاعتها واقول له هات لي السترنج برضه. جابها هقول له اجمع لي الاثنين على بعض وهتحطها لي في حاجه اسمها الزد. تمام. بعد كده اقول له ايه؟ ودي لي الاوتبوت بقى, ودي لي الزد دي تظهر فين؟ في الايديت بوكس الثالث. طب عشان تظهر في الايديت بوكس الثالث البوابه بتاعت الايديت بوكس الثالث بيقول له يا جماعه انا راجل سترنج, انا راجل ما بيقبلش غير السترنجز, ما بيقبلش غير الحروف الكاركترز, ما تدخليش رقم. فاقول له ايه؟ خلاص نمبر تو سترنج يا سيدي, اعملها لي كونفرت من نمبر لسترنج. بعد كده وديها لي بقى للهاندلز بتاعت الريزلت. انا سميت الايديت بوكس الثالث, سميت التاج بتاعه ريزلت, فيروح على الهاندلز بتاعت الريزلت ويروح على خانة السترنج ويروح مدخل فيها الزد, يحط الزد اللي أنا طلعتها, القيمة الزد اللي أنا طلعتها, فيجمع الرقمين ويروح حاطط الزد. تمام. خلاص كده, خلاص كده يا معلم, كل ناقصك إن أنت ترن الكود بتاعك. تعال بقى نرن, هعمل لي علامة الرن من هنا, فتح لي الابليكيشن. تعال نجربه وأقول له 5 زائد 4 وأقول له كالكوليت, قال لي خلاص يا معلم دي ب9. ماشي يا شباب, في اي مشكله في الكلام ده اقدر اغير بقى. تعال نغير مثلا نحط 6 وهنا بقت 13, يحسب الجديد وهكذا. عملت برنامج ظريف, حاجه كده بسيطه خالص وكل حاجه. طيب لسه بقى باشمهندس انت ما عملتلناش حته ان هو ايه بقى اكسكيوتبل. بس قبل ما نخش في الاكسكيوتبل, في اي سؤال لحد هنا يا شباب؟ في اي حاجه مش واضحه؟ في حد عنده أي سؤال؟ في حاجة عايزها تتعاد؟ في حاجة مش مفهومة؟ طيب تعال بقى نشوف إزاي أحول البرنامج ده لإكسكيوتبل. أنا لغاية دلوقتي عشان أرن البتاع ده اللي هو البرنامج اللي اسمه آدنج اللي أنا عملته, لازم أفتح الماتلاب, وبعد ما أفتح الماتلاب أقول له رن للبرنامج وأشوف أنا في أنهي فولدر وأروح أقفل الباث بتاعه. الدنيا كلها كأني بفتح إم فايل عادي, وبعد ما أفتحه أبقى أقول له أعمل له رن. لا يا عم انا عايز بقى اكسكيوتبل, بقى عايز اعمل ابلكيشن خلاص, ضمان بقى يا ريس وحقوق ملكيه بقى, مفيش حد ايه يجي عليا.
يجي يقول لي انا عملت قبل كده كالكوليتر، لا انا يا ريس صاحب البرنامج ده انا عملت برنامج، انا شخص تافه عملت برنامج بيجمع بس، ويبقى ده كده ايه حقوق ملكيتي انا ومحدش ايه محدش ليه دعوه، انا اللي مصممه. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ تروح حضرتك رايح على الكوماند ويندو، واجي اكتب له كده اقول له deploy tool، بكتب الكوماند ده deploy tool. الديبلوي تول ده بيفتح لي الكومبايلر. ايه بقى الكومبايلر ده؟ الكومبايلر ده شباب ده اللي بيجمع الكود بتاعك من الاخر، بيجمعه كده وبحيث ان هو يبقى خلاص في صيغه الابلكيشن او في حاجه واحده بحيث ان هو يشتغل على طول. فانا هعمل له اقول له ايه، انا عايز ابلكيشن كومبايلر، هو ده اول حاجه احنا هنستعملها هو ابلكيشن، انا هعمل ابلكيشن، فاقول له كده تعالى نعمل ابلكيشن، يفتح لي الصفحه دي، عيش بقى وانطلق. اول حاجه قبل ما تعيش وتنطلق اد المين فايل، يقول لك انت هتعمل الابلكيشن ده متجاب منين، فين الفايل بتاعك؟ اقول له حاضر يا سيدي، ادوس على علامه الزائد واشوف انا مسيف الفايل بتاعي فين. اه انا كنت مسيفه هنا، وادي الاكواد اللي موجوده عندي، في هو اسمه ادنج، فانا هقول له هو ده الادنج ده. طيب بعد كده تعالى بقى ندخل المعلومات بتاعتنا. اول حاجه الاسم بتاع البرنامج عايز يبقى اسمه ايه، فانا مثلا هسميه برنامج الجمع الفحيد. اهو برنامج الجمع الجمع الفحيد ده اللي انا عامله هيبقى الاسم كده اللي هيظهر للراجل. الاوثر نيم انا المؤلف بقى بتاعه، انا الراجل العظيم اللي عملت كده، اكتب الاسم والايميل والشركه بقى. وممكن بقى تعمل حاجه اسمها سبلاش سكرين. يعني ايه سبلاش سكرين؟ دي الحاجه اللي هتظهر اول ما يشغل البرنامج، الشاشة اللي بتلود كده بتبقى موجود قدامك وانت ما بتيجي تشغل البرنامج. عارفين كده ما بتيجي تشغله الماتلاب، فتلاقي الايقونة بتاعت الماتلاب ظهرت وانت لسه ما دخلتش جوه الماتلاب، هي بس الايقونة كده طالعه لك في وسط الشاشة ولسه ما حصلش اي حاجة، انت مستني البرنامج بيلود. فهي دي اللي بنسميها السبلاش سكرين، هي اول شاشة بتظهر عندك اول ما تيجي تشغل البرنامج اللي بيلود فيها بس. فهي دي السبلاش سكرين اللي محطوطه باي ديفولت. انت بقى لو انت عندك حاجه تانية، لو انت عندك صوره تانية ممكن تحطها، حط بقى يا معلم الكاستم سبلاش سكرين بتاعتك. في ديسكريبشن بقى لو عايز تكتب بقى معلومات. تعال بس نتكلم في الحاجات المهمه الا وهي مين الفايلز ريكوايرد للكلام ده كله، ايه الحاجات الريكوايرد عشان يران ده لازم الادنج فيديو يكون هو بيضيفه اوتوماتيك مع نفسه. طيب ايه تاني؟ اهو فايلز انستولد فور يور اند يوزر. اليوزر بتاعك لما هتيجي انت تبعت له الابلكيشن او الفولدر اللي فيه الابلكيشن بتاعك لازم يكون متواجد عنده ايه؟ لازم يكون متواجد عنده السبلاش دوت بي ان جي، لازم يكون موجود السكرين الصوره دي لازم تتحمل عنده، ولازم يكون عنده البرنامج نفسه اللي هو البرنامج الجمع الفحيط، لازم الفايل نفسه يكون موجود عنده. تعالى كده نجرب، وهاجي اقول له ايه؟ باكج. انا خلصت خلاص، هقول له باكج، لم بقى الدنيا. هيلم الدنيا فين؟ هقول له والله تعالى احنا هنا نعمل جوه الدي اس بي نعمل نيو فولدر ونسميه جي او اي. خش يا ابني جوه الجي او اي، هو انت هتسيبه هنا. يبدا بقى يعيش حياته وينطلق، يقعد يعمل لك فيه الكومبايل ده، عمليه الكومبايل دي براحته. طبعا مش هيطول ان شاء الله، يعني ما يطولش ان احنا مش عاملين حاجه يعني ايه كومبليكيتد قوي. بعد ما يعمل العملية بتاعتي والدنيا دي كلها، تعال نرن ونشوف. اهو خلص، اهو هفتح الفولدر اللي اسمه فور تيستنج ده، ده اللي هو اللي متسايب عندي. وفي عندي مين بقى؟ البرنامج الجمع الفحيط، اهو برنامج الجمع الفحيط بتاعي. اقول له يا ابني شغل لي برنامج، ادي السبلاش سكرين اللي هي اللودنج اللي بيحصل. وفتح عندي برنامج الجمع الفحيط اللي فيه اللي انا هقول له اجمع لي 14
على 20 واجي اقول له كالكوليت يروح مطلع لي على طول 34. ايه ده يا باشمهندس، هو ما فتحش الماتلاب وما عملش الماتلاب؟ لا خلاص، طالما الكود بتاعك شغال وما فيهوش ايرورز وما فيش اي مشكله والكود شغال زي الفل، خلاص هو على طول هيطلع ويشتغل على طول كاكسكيوتبل وهو عايش حياته. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا كده المفروض عرفنا ازاي نعمل اللي احنا عملناه ده، حاجه اسمها ان انت بتعمل اكسكيوتبل فايل، فايل بس كل اليوزر بيعمله بيدبل كليك عليه، ابلكيشن يدوس عليه، خلاص يشتغل معاه اللي انت صممته. في اي سؤال في الحوار ده؟ في اي حاجه مش واضحه؟ ايوه، اقعد سقف وطبل. ايوه، هو ده اللي انا عايزه دلوقتي. تطبيل جامد جامد. طيب، ففي اي حد الشباب عنده سؤال؟ يبقى احنا كده كل اللي عملناه النهارده بس جي اي بسيط. ممكن يكون في اوريدي ناس منكم عارفه حوار الجي اي والكلام ده كله، ولكن برضو ايه، قلنا المراجعه ممكن تكون كويسه للبروجكت لو احنا بنتكلم على بروجكت وناويين نعمل مثلا جي اي ليها. فادي كده ايه، خدنا مقدمه محترمه ليه. في اي حد عنده سؤال يا شباب؟ طيب انا هقفل الريكورد على هنا، وشكرا ليكم جميعا.